دشن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب الحملة الموسعة لضبط الأسعار للسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وضبط المواد المنتهية الصلاحية والمخالفين لسوء تخزين المواد التمويلية والغذائية في عدد من أسواق وأحياء ومناطق المدينة. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير الآتي. وكيل محافظة مأرب بشؤون الإدارية عبد الله أحمد البكري ومع مدير عام المدينة هنا بمحافظة مأرب محمد فرحان بن جلال، الحملة الميدانية الموسعة لضبط الأسعار للمواد الغذائية والأساسية والاستهلاكية هنا في عاصمة المحافظة في إطار الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات العلاقة للحفاظ على صحة الإنسان. وأثناء حملة التدشين أكد وكيل المحافظة لشؤون الإدارية على أهمية إقامة الحملات الميدانية للحفاظ على صحة الإنسان وضبط المتلاعبين بالأسعار. صباح هذا اليوم تم تدشين لجنة عمل لجنة مراقبة أسعار المواد الغذائية والتفتيش طبعا على المحلات المواد الاستهلاكية القطاع الخاص للإطلاع على مدى صلاحية هذه المواد وحسن تخزينها، أنه يؤسفنا كثيرا أنه مواد غذائية منتهية الصلاحية بسبب سوء التخزين. ومن هنا فإن اللجنة على عاتقها متابعة المستودعات الخاصة بالقطاع الخاص لحفظ المواد الغذائية الحفظ السليم ما في ذلك التهوية وغيرها، أضيف إلى ذلك الالتزام بالتسعيرة الرسمية التي تأتي من وزارة التجارة والصناعة. اليوم ندشن حملة عامة على الرقابة والتفتيش على المواد المخزنة وسيئة التخزين، وكذلك يعني ضبط الأسعار والتلاعب بأوقات الناس، ونؤكد من خلالكم أننا سنتخذ كافة العقوبات ضد المخالفين لهذه التوجهات لهذه الحملة وضبط كل المتلاعبين في سوء التخزين. وكمان طالبنا المحلات والمخازن التجارية بإصلاح محلاتهم وفق المعايير والمواصفات اللازمة. مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أيضا يعمل جاهدا في هذا المجال من خلال إشهار الأسعار الأساسية للسلع والمواد الغذائية هنا بمحافظة مأرب. نحن الآن في صدد التواصل مع التجار إلى أسعار يعني تكون متوسطة، سيتم إعلانها في نشرات قادمة إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة. تمثل الحملات الميدانية لضبط الأسعار هنا في محافظة مأرب للمواد الغذائية والاستهلاكية أهمية كبيرة للحفاظ على الأسعار الضرورية والمحددة للمواد الاستهلاكية والأساسية للمواطنين وضبط المتلاعبين بأقوات الناس. لقناة عدل الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.